الجروب بتاعنا هو جروب محبي الحيوانات الاليفه في مدينه زايد واكتوبر. تمام، احنا بنعمل الدوج ووك جمعه او جمعه، لا يعني بنعملها الاكتيفيتي دي بتتعمل مرتين في الشهر. الانونسمنت او الاعلان بتاع الايفنت هينزل على الجروب، تمام، كل يعني اسبوع او اسبوع، لا يعني احنا الجمعه الجايه، لا الجمعه اللي بعدها هنعمل دوج ووك في نفس المكان بنفس التوقيت، وهيبقى معانا اكياس زباله وجوانتيات عشان الستول اللي على الارض، معلش احنا بس، ومعانا جاروف عشان بس يبقى بشكل متحضر نسيب المكان زي ما احنا جينا فيه. اللي معاه كلب وشايف ان هو يستحق ان هو يخش شو جمالي، في اكبر شو جمالي معمول في مصر، وهو كايرو بيوتي شو، معمول تبع الجمعيه المصريه للكلاب. انا معايا الاستمارات جبتها لحد عندكم، اللي حابب يشترك هيكون يوم 6 اكتوبر، الكلب بتاعه هياخد رقم ويخش يسابق في المسابقه. لو الكلب بتاعه يستحق ان هو يفوز هياخد كاس وهياخد تايتل، وممكن يتعمل له زيرو بديجري. معانا النهارده ريتا السبونسر بتاعنا. ريتا النهارده جايب هدايا للافراد بتوعنا والاعضاء اللي جايين، هيوزع عليكم اكل في نهايه الدوج ووك. بيكفر الحدث النهارده اعلاميا جروي معانا، استاذ عمرو والفريق بتاعه. نتمنى ان اليوم يعجبكم، ويلا بينا. جولدن سان برنارد الاباي كينج كورس جولدن بنوته جيرمان شيبر. كلابكم اسمها ايه؟ كوكي وكيشو وانت بقى اليسكا زيكا اسمه ليو اكيم هيكتور ماجي اسمها بقى. عنده قد ايه؟ سنه وشهر. عنده سنه 7 شهور 5 سنين وسنتين و8 شهور. دي 3 كيشو 3 شهور بقى لها عندها سنه و17 شهور سنة ونص. ايه اكتر حاجة بتحبها فيه؟ كل حاجة بجد والله، كل حاجة. السان برنار عامة كلب من الكلاب اللي بيحب صاحبه قوي، وهو بيخاف من صاحبه طبعا، بس كلب جميل يعني. الاخلاص، الوفاء، كل الصفات الحلوة اللي موجودة في البني ادم دلوقتي. طيب حنين. اكتر حاجة هو اصلا جالنا كان في قراد كتير جدا وكان بيخاف جدا من البني ادمين. دلوقتي احنا خدناه وديناه ساحل وقعد يلعب ويندمج وكده، دلوقتي قدر يخرج. كنا لازم علشان نحركه لازم نشيله، قعدنا طبعا نشغل له موسيقى ونلعب معاه، وجبنا له كلاب صغيره تقعد معاه. دلوقتي هو بيتمشى في وسط الكلاب مش خايف منهم. انا بحبها عشان هي تنكا، يعني تقريبا ما بتعبرنيش خالص، انا بحبها. هي بنحس ان هي مستنيانا، قاعده في ريتمس بتحبنا، بتحب تدلع كده ونقعد نلعبها وبتاع، تحس ان هي بقت دلوقتي بقت واحد من الاسره يعني خلاص. لا هي بتونسنا يعني، موجوده جوه البيت بحس بامان وهي موجوده، مخلصه وتفهمني. تمام. وبتبقى دايما لو حابه حاجه هناك هي بتفهمني دايما، بتفكنا عن نفسي شويه لان ببقى زهقانه. تمام. ولاء عندها ولاء جامد جدا. ايه المواقف المضحكه اللي قابلتها معاه؟ مره كنا مسافرين، فاول ما جيت اول ما شافني كنت سايباه، فما دخل البيت كله بقى يعني هو قوي ما شاء الله، فيعني بقى كل حاجه بتروح بقى في اتجاه كده ومن قوته يعني، فكان المنظر مضحك جدا يعني، انه كان مبسوط قوي. اول ايفنت عمل توريت على الناس كلها، الناس مش واخده بالها، هتلاقي واحد ماشي وعمل توريت على البنطلون بتاعه وكده، فدي اخر حاجه عملها معايا يعني. لو حد عرض عليك 100,000 جنيه او مبلغ مالي كبير جدا مقابل ان انت تخلص منه، هتعمل ايه؟ نهائي طبعا، استحاله. تمام. ده صاحبي 100,000 جنيه اخلص عادي. لا لا
لو في ضرر عليه معانا بس، يعني لو في حاله انه في ضرر على وجوده بس مش بفلوس، هي بس اللي مصلحته تبقى مصلحته بس. لا لا استحاله سلام، ما قدام كلبي لا خالص ولا اي كلب عموما. يعني على فكره جاي لي هديه كمان، كان عندي كلب الاولاني ومات تمام، ومن تجربتي مع الجولدن قلت لازم اربي جولدن تاني، فده شفته مع واحد وكان عايز طلعته تبني فخلته معايا بقاله سنه، فما اقدرش استغنى عنه خالص، حتى هو تبني ما اقدرش استغنى عنه خالص. هو هيكتور خلاص اندمج معايا بقى جزء مننا، فما اعتقدش ان حد يقدر يفرط عن جزء منه، صح ولا غلط؟ صح كده صح كده. لا 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 ما عملش كده. لا 200,000 طيب؟ لا 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 300,000؟ لا 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 ما عملش كده، ولا بالفلوس ولا بحاجه غير الفلوس. لا 400,000 طيب؟ لا طبعا ولا الهوا. ما اظنش ان ممكن اعمل حاجه زي كده، لانها بقت خلاص بقت زي ابني زي ابني في البيت خلاص، يعني بحس انها زي ابني، مش ما ينفعش استغنى عنه.